السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قولون ممكن ان يتمدد، كنقولوا باللغة اللي انا جبد، كيجبد ممكن او ممكن يتسد، ممكن يرجع يعني إلاستيك. نعم، فهذا هذا القولون لما يتوتر الشخص كيجمع، معنى كيجمع ليس هناك تبادل، ليس هناك امتصاص، لان هذيك الخلايا ديالو كتطوى. وهذا الانطواء، هذا الشخص لما ياكل وهو في حاله ضجر فالانزيمات لا تفرز، بمعنى هذاك الاكل يعني سيكون هناك تراكم، ثم هذا الاكل سيحدث له مغص وسيحدث له. ان يكون اكله طبيعي جيد، ولو كان طبيعي يجب ان لا ياكل متوتر، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا ان لا نغضب. يعني لخص لنا الطب كله في الحاله النفسيه، لخص الرسول فلا تغضب صلى الله عليه وسلم، لخص فلا تغضب، فما يكونش الشخص ضجر. وان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان الشخص تقلق قلق شديد يامرنا بان نجلس الى الارض بان نشرب ماء او نتمدد، يكون احسن، لان هذا الماء سياخذ الادرينالين وسياخذ المكونات الخطره مباشره الى عبر الكليه الى البول، شرف الله قدر السامعين، ثم ان الجسم سيتخلص منه ولا يتصرف الشخص تصرف يعني فوق ارادته. فهذه الاشياء النفسيه، ان الان الاطباء يعزون كل الحالات الى الحاله النفسيه. كل حتى السرطان الى الحاله النفسيه. امراض الجهاز الهضمي مرتبطه 100% بالجهاز العصبي، 100%. اذا كنت مثلا الشخص اللي كيكون يعني خائف، وخصوصا ماشي غير خائف، اللي كيكون رعب مرعوب، هذا الشخص لا يهضم، ويجب ان لا ياكل، ان يشرب الماء من الاحسن، اكيد، لانه غادي يحس بواحد الالم خطير في المعده ديالو اذا اكل. نعم، وربما يكون غثيان. نعم، وهذه اكبر حاله لنا الجريلين، لان يعني هرمون الجريلين مع البيبسين هي متقاطعه، ثم لكان هرمونات اخرى، ليس الادرينالين فقط ولكن هرمونات اخرى يعني. نعم، فهذا الشخص مثلا اذا كان كيفكر مركز، الناس اللي كيخدموا في الملفات بحال القضاة، بحال رجال الامن، بحال الاساتذه الباحثين، بحال التعليم، اذا كان الشخص بحال المفكرين، بحال الكتاب، بحال سائقي الطائرات، حتى المذيعين اللي كيركزوا، الشخص اللي كيكون مركز واحد المده، كيركز مده ديال ساعه ولا ساعتين مع امر ما مسموح له بالماء وفاكهه، ماء فاكهه مثل تمرش، مسموح له بماء وفاكهه، ثم لا ياكل الا لما يكمل هذا العمل، وبعده بساعتين ممكن ياكل. هنا يكون الجسم، رجعوا الانزيمات والعوامل الهرمونات يعني مضبوطه. اما الشخص اذا كان متوتر جدا او يركز يعني العقل ديالو مركز مع موضوع ما يعني، ثم ياكل، هنا يعني كنت نصحت هادو ربابنا الطائره وكذلك العاملين معهم، يعني ليكيباج كله كنت نصحتهم يبقاو يشربوا الماء بين السماء والارض. لا ياكلوا. هل المسافرين ممكن ياكلوا لانه مسافر بالطياره مره في السنه ولا مره في سنتين؟ ولكن هؤلاء يعني يشتغلون في الطائره، يجب ان لا ياكلوا، ان يشربوا ماء مسموح لهم بالتمر. فقط مسموح، حتى هادو في الحرب العالميه الثانيه هذوك الطيارون الامريكيون كانوا كيعطيوهم ماء وتمر. نعم، جيد. هذو اللي جاوا شاركوا في يعني في الحرب ضد سميتو عليه المانيا، هذو يعني كانوا يعطوهم تمر وماء. نعم، ربابنا الطائره. نعم، فهذو الى يعني الناس اللي كيركزوا ياخذوا فواكه وماء فقط، ثم كيكونوا متوترين. نعم، اكيد، لان عليهم الجهاز الهضمي لا يعمل، الجهاز الهضمي لا يعمل متوقف، لان الجهاز العصبي. واكثر من ذلك الاشخاص اللي عندهم امتحانات واللي باغي يكتب مثلا الشعر، واللي باغي يكتب الفكر، واللي باغي يفكر، واللي باغي يدرس واحد الملف مزيان، لما تكون المعده فارغه. يعني يكون العقل ديالو في الاوج ديالو، الجهاز العصبي يكون في اوج النشاط ديالو. وهذا لماذا؟ لان لماذا مسموح بالماء والفاكهه؟ مسموح بالماء والفاكهه لان الجهاز العصبي محتاج سكريات بسيطه واملاح معدنيه. التمر فيه مكون الايودين والفيتامين ب، وفيه الكالسيوم والمغنيسيوم، كالسيوم ومغنيسيوم وحديد، وهذه الاملاح التي يحتاجها الجهاز العصبي، ثم مع الماء طبعا، لان يكون امتصاص وما يبقاش طبعا امساك وهذا جيد. ويعني احنا كلنا في الثمانينيات لما كنت انا في الدكتوراه،
كنا نحرر شهادة الدكتوراه، كنا كنحررها في رمضان، كنا نكتب في رمضان شهر رمضان، لأن أحسن نعم رمضان يوما مش ليلة، لأن في النهار كنكونوا صايمين وكنحرروا، ويعني كتبناها بالريشة باليد ليس بالآلة، كتبناها باليد كلها 140 صفحة كتبت باليد في شهر رمضان، واستفدنا كثير من عامل هذا الجريلين بالنسبة لنا، احنا كنتكلموا شوية يعني الأشياء التي نتخصص فيها. كنا دائما نلعب مع الجريلين، مع مكون الجريلين، لأن الجريلين يتقاطع مع الجهاز العصبي، يعني اللي كيكون الشخص مثلا واكل اللحم واحد الوجبة دسمة مع الغداء، راه من المستحيل ركز في يعني في نصف النهار تاني، وحتى الأطفال في المدارس وفي الإعداديات وحتى في الجامعات يجب أن لا تأكل أن تكون وجبات دسمة مع الساعة 12 إذا كان بغوا الشباب والناشئ يحصلوا في الحصة المسائية. يعني لماذا؟ لأن مشكل اللي تكلمت عليه الأخت هذه سناء هو وقت الامتصاص. نعم وقت الامتصاص هناك تراكم أشياء كلها التي نأكل، علاش الأمريكيين سموا الباول؟ البول والإناء والصحن، هذه الأشياء التي كلها ستجد نفسها في البول، يعني في القولون ستبقى، يعني الاقتياتيات سيكون الهضم، يعني خصوصا الكلو بالليل، في الليل كيكون الجسم ياخذ يعني بهدوء، وعوامل النمو في الليل كتكون متوقفة. والأنزيمات يعني متوقفة في السبعة. نعم يبقى الامتصاص، معنى أن الجسم يأخذ الأشياء التي تجمعت في القولون يأخذها، لأن بمعنى أن في الصباح مثلا وجبة صباح جيدة. لماذا؟ لأن المعدة تكون فارغة. نعم. والأنزيمات يعني ناشطين، كل شيء جيد، ثم هذا الأكل سيبقى في القولون طول النهار، الشخص ما غاديش يضر راسه، يعني ألم رأس بحال الهيبوغليسيمي، ماشي عند صحاب السكر، كاين الهيبوغليسيمي عند صحاب السكر. نعم. ثم كاين الناس غادي يحسوا بالجسم ديالهم خفيف طول النهار. أكيد. هذا ملي كاين اللي ما تاكلش الصباح، هذا هو هذه هي الظاهرة الآن. نعم. أنا كاين الناس كيقول لك ما كيجي ما كان نفطر ولكن كياكل في 11 الليل، هذا هو المشكل. هنا البرمجه ديال الجسم ديالو قلبها، يعني تقلبت، فالجسم ديالو غادي يعيا في الاخير، ما غيكونش العام، لان الله سبحانه وتعالى برمجه هذا الجسم، هو نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. معنى نفخ فيه من روحه انه جعله سميعا بصيرا، وانه جعله حيا، وانه سواه، وانه يعني متكامل في كل شيء، وان هذه البرمجه الخليه مبرمجه، اذا فقدت البرنامج تصبح خليه سرطانيه. النهار ما عاش الليل، نعم اكيد، يعني هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، ان في ذلك الآيات لقوم يسمعون. هذه الحكمة من الليل والنهار هي حكمة غذائية كذلك. نعم. هي حكمة كونية، هي حكمة العدد، هذا هي حكمة في كل، ولكن حكمة أنا مش حتى غذائية، فيها حكم غذائية. أكيد. لأن الجسم السكون معنى أن كل شيء ساكن، وأن الجسم أثناء السكون يبدأ الامتصاص، يعني بعد 11 والثانية، ولذلك الأشخاص اللي عندهم حساسية مثلا. نعم. اللي عندهم حساسية يا رب. نعم. ديما كتجيهم لاكريز مع 11 12 13 ونص الوحدة الصباح. نعم. ولكن ما تجيهمش يعني هذه النوبة مع 3 ونص الربع، علاش؟ لأن كل الجسم أخذ المسألة. أما إذا تعشاو متأخرين، تعشاو متأخرين، غادي تجيهم كريز الليل كله، يعني ربما تجي حتى 4 ونص 5 الصباح. بس خفيف. نعم، يجب أن هذو اللي عندهم هذه المسائل هذه ملي تروح الشمس يتوقفوا عن الأكل، يسموح بالماء والفواكه في الليل، ما فيش مشكل. الماء والفواكه لأنها وهذه أشياء جيدة، يعني لماذا؟ لأن الفواكه تمتص بسرعة، اللحوم لا تمتص بسرعة، يعني تقيلة. الفواكه أحسن يعني من الخضر، والنبات كله أحسن من اللحوم، والذين يكتلون اللحوم والألبان والسكريات الامتصاص ناقص عندهم أكثر من 50%. يعني كنسرع لنا المردودية اللي كنديروا احنا على الفيران، من الفيران كنديروا عندهم المردودية ديال شحال، يعني خادوا من الحديد وشحال تلقوا من الحديد، تلقاو المردودية ديال بعد الفيران توصل 90% لما يكون. نعم، لأن وكيكون الفأر ياخذ 25% من اللي كنكثروا ليه البروتينات، يعني شيء عجيب.